ادي امامنا كابتن نورة سمير حكم هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية ناحية اليمين، وادي الانطلاقة لصالح النادي الاهلي، والكرة العرضية على حدود منطقة خطرة ومحاولة بقى هنا من اللاعب ميدو نبيل، وترجع الكرة لسه الهجمة داخل منطقة، والجول الثاني، والجول الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراة اليوم مشاهدينا الاعزاء، وجول حلو قوي قوي، واحتفال بقى وفرحة كبيرة جدا للاعبي النادي الاهلي بالهدف الثاني في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، علشان يتقدم الاهلي بالهدف الثاني في مباراة اليوم. ادي الهجمة، وادي الكورة، وادي اللعبة، وادي التصويبة الحلوة من اللاعب ميدو أسامة، ادي ميدو أسامة واحتفالاته الشهيرة والهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراة اليوم، علشان يتقدم الاهلي على الجونة 2-0 في اول 20 دقيقة واول ثلث ساعة من احداث هذا اللقاء. الاهلي اصبح متقدم على الجونة 2-0 في مباراة اليوم.